والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد العامل صاحب الجلالة على أمانة مكناس، السيد اللواء القائد المنتدب للحامية العسكرية، السيد رئيس أول محكمة الاستئناف، السيد وكيل عام الملك لدى محكمة الاستئناف، السيد رئيس المحكمة الابتدائية، السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، السيدات والسادة البرلمانيات والبرلمانيين وممثلي الهيئات والمجالس المنتخبة، السيدات والسادة ممثلي السلطات القضائية والهيئات العسكرية والسلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية، السيدات والسادة متقاعدي وموظفي الأمن الوطني، السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، السيدات والسادة كلهم باسمه وصفته والتقدير والاحترام واجب لشخصه. بكل فخر واعتزاز وفي أجواء مفعمة بالوطني الصادق، أخلد أسرة الأمن الوطني في هذا اليوم الأغر الذكرى 68 لتأسيس الأمن الوطني، وهي ذكرى نستحضر من خلالها الماضي الشامخ لهذه المؤسسة العريقة وتضحياتها وأوجه تطورها في كنف العناية المولوية السامي. وبهذه المناسبة الغالية أتوجه إليك لمستهلي كلمتي هاته نيابة عن نفسي ونيابة عن أسرة الأمن الوطني بمكناس بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على تلبيتكم الدعوة ومشاركتنا لهذه الذكرى العزيزة على قلوب المغاربة قاطعة. سيدات والسادة، إن مفهوم الأمن لا ينحصر في حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات وصون النظام العام، بل يمتد ليشمل البعد الإنساني بالاستجابة والانخراط الفوري لمواجهة حالة الطوارئ والأزمات والكوارث، بتنسيق تام مع باقي المتدخلين والمتطوعين بغية التخفيف من آثارها وتقديم جميع أنواع المساعدات الإنسانية والاجتماعية. وفي هذا السياق، وعلى آلة الهزة الأرضية التي شهدتها منطقة الحوز بتاريخ 8 شهر سبتمبر سنة 2023 وتمكينا للتعليمات الملكية السامية، سارعت مديرية العامة للأمن الوطني إلى التطبيق الفعلي للبروتوكول تدبير حالة الطوارئ، حيث عبأت على وجه السرعة مواردها البشرية ووسائلها العملياتية للمشاركة بالتخفيف من حدة الزلزال إلى جانب مختلف القوات العمومية الأخرى، فضلا عن المساهمة الفعالة في عمليات الإنقاذ والإغاثة والبحث عن المصابين والضحايا تحت الإنقاذ، وهي العملية التي عرفت مشاركة وحدات من المجموعة المتنقلة لحفظ النظام رقم 10 التابع لهذه الولاية الأمنية. وهنا لا يفوتني أن أنوه بالمجهودات التي بذلوها والروح الوطنية العالية التي أبانوا عنها خلال هذه المحنة. كما انخرطت مديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها مؤسسة مواطنة في المبادرات التضامنية التلقائية، حيث قامت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني والجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميت موظفي الأمن الوطني بتقديم مساهمات مالية مهمة لصندوق التضامن مع ضحايا الزلزال نيابة عن جميع موظفات وموظفي الشرطة المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. كما تم تخصيص شحنات من المؤن والمساعدات بالإضافة إلى مساهمة موظفي الشرطة في حملة تبرع بالدم لفائدة ضحايا الزلزال، ناهيك عن مبادرة مديرية العامة للأمن الوطني في تسخير وحدات متنقلة لإنجاز بطاقة وطنية مجانا لفائدة منكوبي الزلزال. أيها الحضور الكريم، لقد انخرطت ولاية أمن مكناس بجميع مكوناتها وبكل جدية وتفاني في تنفيذ البرنامج المرحلي من الاستراتيجية الأمنية رأس الفترة الممتدة ما بين 2022-2026، حيث راهنت فيها على تحقيق بنيات محاربة الجريمة وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية وتعزيز الركود الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية وتنسيق البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية بما فيها إجراءات الحراسة والمراقبة في أماكن الإيذاء، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا البالغة التعقيد. وتكريسا للبعد الحقوقي في العمل الشرطي، تم دعم مختلف المصالح والفرق الأمنية بأحدث التجهيزات التقنية التي يتم استغلالها والاستعانة بها في مختلف التدخلات والأبحاث الجنائية. وموازاة مع ذلك، باعتبار الدور المحوري الذي يطلع به العنصر البشري في هذا الجانب، فقد عملت هذه الولاية الأمنية عبر مكونين مؤهلين في مجالات حقوق الإنسان على تنظيم دورات تكوينية ذات صلة لفائدة جميع موظفي هذه الولاية الأمنية على اختلاف رتبهم ودرجاتهم ومجالات اشتغالهم. حضرات السيدات والسادة، إن تنامي ظاهرة استعمال تكنولوجيا المعلومات
واتصال خلال السنوات الأخيرة لأهداف إيجابية. جعل مدير العام الوطني تدرك أن الشعور بالأمن هو حالة نفسية تختلف من شخص لآخر ويتباين بين فئات عمرية مختلفة، كما أنه يتأثر بوقائع مادية وأخرى افتراضية مثل المحتويات العنيفة والأخبار الزائفة وغيرها. كما تعي مصالح الأمن جيدا أن أخبار الجريمة غالبا ما تجعل المواطن يرتاح تحت نير الخوف أكثر من حقيقة التهديد الأمني في حد ذاته. من هذا المنطلق راهنت مديرية العام للأمن الوطني على تعزيز جهود مكافحة الجريمة السريانية ورصد المحتويات الرقمية الهادفة التي من شأنها الإمساك بالشعور بالأمن، فضلا عن برولة مخططات تواصلية مندمجة لتبديل المخاوف الناجمة عن الإشاعات والأخبار الزائفة. حيث عالجت فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة في ولاية أمن الناس بمجموعه 533 قضية توزعوا بين جرائم الابتزاز والتشهير والنصب والاحتيال الإلكتروني والقرصنة والاستغلال الجنسي للقاصرين وغيرها. أما العمليات الأمنية الميدانية التي باشرتها مختلف مكونات هذه الولاية الأمنية فقد أصبحت على نقاط ما مجموعه 21,603 شبان فيه، من بينهم 3,099 مبحوث عنه و 18,504 شخصا تم ضبطهم في حال التلبس من أجل جنايات وجناح مختلفة. وفي إطار محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلافها، تمكنت المصالح التابعة لهذه الولاية الأمنية بتنسيق وثيق ومستمر مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إجهاض مجموعة من مخططات الإجرام في هذا المجال، أسفر عن حجز أزيد من 40,193 قرص مهوس، كما تم حجز ما مجموعه 1,122 كيلوغرام من المخدرات بجميع أصنافها. كما حققت مصالح هذه الولاية الأمنية من خلال مخططها الأمني الشامل الذي تندمج فيه المقاربة الوقائية والمقاربة الزجرية لأهداف مسطرة من طرف مديرية العام للأمن الوطني في استراتيجيتها الخماسية 2022-2026 لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها، وذلك بتحقيق نسبة إنجاز بلغت 90.30%، أي بزيادة 2.17% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. في حين أن نسبة الجريمة العنيفة انخفضت هذه السنة لتصل نسبة 6.22% من مجموع القضايا المسجلة. وارتباطهم بالضفية الراهنة تمكنت الفرقة السياحية التابعة لهذه الولاية الأمنية من مواكبة وتأمين 105,607,000 سائح أجنبي وافد على هذه المدينة. وفي خضم اهتماماتها بمحيط المؤسسات التعليمية، تمكنت الفرقة المختصة التابعة لهذه الولاية الأمنية من إيقاف 406 فيه متورطين في مختلف الجهة. وفي ذات السياق والتماشي مع استراتيجية مديرية العمل للأمن الوطني الهادفة لتدعيم حملات التحسيس والتوعية للوسط المدرسي لتحسين التلاميذ من مخاطر الجنوح وإساءة استعمال الأنظمة المعلوماتية، فإن خلية تأسيس الوسط المدرسي التابعة لهذه الولاية الأمنية قدمت ما مجموعه 171 عرضا تأسيسيا استفاد منه 72,675 تلميذ وتلميذة بحضور ومشاركة 135 جمعية ناشطة في هذا المجال. في إطار المحافظة على النظام العام، فإن هذه الولاية الأمنية عملت على موكبة وتأمين حوالي 1,400 تظاهرة من المنطقة الدولي للفلاحة في دورة 16 الذي استقطب أزيد من 1,000,000 زائر، حيث جندت ولاية أمن الناس جميع الوسائل اللوجستيكية والبشرية بما فيها تلك التي وضعتها المصالح المركزية المديرية العامة للوطني رهن إشارته. أن هذه الإحصائيات تعكس بجلاء الجهود المبذولة من طرف مختلف المصالح والوحدات التابعة لهذه الولاية الأمنية لتكون في مستوى وحجم مسؤولية الملقات على عاتقهم بخدمة الصالح العام. ومواصلا في توطيد وتقويض جسور الانفتاح على محيطها المجتمعي مختلف الهيئات والفعاليات والشرائح المجتمعية للمدينة، دابت ولاية أمن الناس على تنظيم مجموعة من اللقاءات التواصلية مع ممثلي جمعية الأحياء السكنية والهيئات المدنية بغرض بسط احتياجاتهم الأمنية للتفاعل معها بالسرعة والفعالية اللازمتين، بحيث تم خلال هذه الفترة عقد ما يفوق 311 لقاء تواصليا مع ممثلي الساكنة وفعالية المجتمع المدني والهيئات المهنية والنقابية. وفي إطار حرص المدير العام للأمن الوطني على تأمين بطائق التعريف الوطنية لفائدة جميع المواطنين، فقد تمكنت مصلحة الولاية لتوثيق الوثائق التعريفية التابعة لهذا الأمن الولائي خلال نصف الفترة على إنجاز ما مجموعه 77,438 بطاقة تعريف وطنية إلكترونية، علاوة على إنجاز 1,342 بطاقة تسجيل إقامة خاصة بالأجانب المقيمين بنفوذ أمان الناس. أيها الحضور الكريم، واهتمام منها بالشأن الاجتماعي والصحي لموظفيه ومتقاعدي وأيتام وغرامي وذوي الحقوق،
من المديرية العامة للأمن الوطني تولي عناية خاصة لهم لتوفير مختلف الخدمات التي تشرف عليها مصالح العمل الاجتماعي ومصالح الصحة من خلال مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الشرطة والمفتشية العامة للصحة. شملت هذه الخدمات تيسير الولوج للمرافق الصحية والاجتماعية وصرف منح مالية والتكفل بمصاريف الأمراض المزمنة والإصابات أثناء أدائهم لواجبهم المهني، فضلا عن تحمل كافة مصاريف مناسك الحج والعمرة إضافة إلى تنظيم الخيامات الصيفية لإفادة أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني وغيرها من الخدمات. حضرات السيدة والسادة، إن ولاية أمن كناس بجميع مكوناتها ستبقى وفية لواجبها الوطني تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياده، وذلك بالتزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطين الأمن العام وتدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطن وتجويد الخدمات المقدمة له، عاقدين العزم على المزيد من العطاء والتطهير الغالي والنفيس تحت شعار الخالد الله الوطن الملك. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أغتنم الفرصة وأجدد الشكر والامتنان للسيد عامل عامة مكناس ولباقي مكونات السلطة المحلية والمجالس والهيئات المنتخبة على الدعم المتواصل لمصالح الأمن الوطني بمكناس، وكذلك السلطات القضائية على إشرافها الدائم وتأطيرها المستمر لأعمال ضباط الشرطة القضائية. الشكر موصول أيضا لمصالح المديرية العامة لمراقبة تراب الوطن، مصالح القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والهيئات المنظمة وفعالية المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام على التواصل المستمر مع مكونات هذه الولاية الأمنية من أجل خدمة الصالح العام. كما أتقدم بالشكر لكافة موظفي وطور متقاعدي هذه الولاية الأمنية على المجهودات التي بذلوها ويبذلونها في خدمة هذا الوطن الغالي. وبهذه المناسبة السعيدة ألتمس منكم السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة مكناس حصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة الأمن الوطني مكناس بالتفضل برفع آيات الولاية والإخلاص يسد العالي بالله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأدام عزه ضارعين للباري جلالة قضاته أن يطيل عمر جلالته ويمتعه بموفور الصحة وتمام العافية. بارك الله في عمر مولانا الإمام أمير المؤمنين وأبقى جلالته ذخرا وملاذا لرعايا الأوفياء وقر عينه بالعادي المحبوب الأمير مولاي الحسن والأميرة الجليلة لدى خديجة وشك أزره باسمه السعيد صاحب سمو الملك الأمير مولاي رشيد وكافة أسر الملكة الشريفة إنه سمو المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.